لك. عايزه اتكلم الاول مع حضرتك على ياسمين. انا عارفه ان حضرتك بتحبي تتكلمي عنها طول الوقت رغم يعني الفراق. هو الحقيقة ياسمين اتولدت سنة 1997 وتوفت 2012 عن عمر 15 سنة. وهي أول ما اتولدت كانت عندها مرض جلدي نادر اسمه مرض الجلد الفقاعي، وهو مادة الكولاجين اللي بتلزق طبقات الجلد في بعض بتبقى مفقودة في المرض ده. المرض ده مرض جلدي نادر ونسبته حول العالم تقريبا 51,000 حالة، وهو يعتبر جيناتيك يعني حاجة تابعة بالجينات. شفتي امتى حضرتك؟ أول ما اتولدت على طول. اتولدت كان في دكتور أطفال، هو أول ما شافها قال إن هي أنا بشك إن هي عندها مرض الجلد الفقاعي، ولكن كان خفيف جدا يعني شوية تعوير بسيطة. لكن وفي نفس اليوم شافها دكتور جلدية كبير وقال إن هي عندها من مرض أخفه، وان ان شاء الله في خلال كذا سنه هيبقى فيها علاج. ويعني كان في امل كبير جدا على ان احنا يبقى في امل للعلاج للمرض ده. ولكن للاسف الشديد 15 سنه زائد 4 سنين دلوقتي لا يوجد علاج على مستوى العالم كله للمرض، يعني ان هو يعني يشفي. ولكن كل اللي المفروض يتعمل للمرض ده ان هو ازاي نقدر نحافظ على الطفل. الطفل لما بيتولد بيبقى فعلا عنده الجلد بتاعه بيبقى متشال، ولازم يبقى نظيف ولازم يتلف بالشاش علشان يقدر الطفل يبقى عنده قدرة على الحركة. طبعا لازم يبقى فيه وعي كامل، ووعي للأم ازاي ياكل ازاي تشيله ازاي يلبس، لان بيبقى هو مختلف عن بقية الأطفال. حتى في الأكل في البلع في الكلام من ده كله بيبقى مختلف. دكاترة الجلدية موجودين في مصر بيعرفوا يشخصوا المرض ويعرفوا يقولك هو أي درجة منه، لكن كيفية التعامل مع الطفل يوم بيوم ما عندهمش خلفية خالص عن الموضوع ده. فبعد ما توفت ياسمين قررت أن يبقى في جمعية باسمها، والجمعية دي هدفها أن يبقى أنا بعمل نوع من التوعية ونوع من المساعدة بالنسبة للحاجة الشاش الشبك الكريمات، إزاي تروح للدكاترة المتخصصة اللي يقدروا يتعاملوا مع الطفل إذا كان جراحة أسنان عيون أي نوع من أنواع العلاج. إزاي أقدر أنا أوجه الأم إنها تبقى بسهولة تقدر تروح للدكتور، وأنا عاملة مع معظم الدكاترة اللي موجودة زي بروتوكول إن هم الحاجة يعني أجرة إيديهم ما بياخدوهاش، ولكن أي حاجة خاصة بتحليل خاصة بعمليات جراحية أي حاجة خاصة بالخامة نفسها مؤسسة ياسمين السمرة هي اللي بتتولاها. أنا مش عايزة بقى أتكلم